الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أصبح الابتكار بالنسبة لنا أسلوب عمل، أصبح ثقافة مؤسسات تعني بهذا الجانب، ولذلك نرى أنه كثير من الأنظمة تطورت بظل هذا الطريقة، وبالتالي نرى أن الدولة يعني حرصت على أساس أنها أيضا تعمل شهر للابتكار لكي تستقطب المبتكرين والأفكار الإبداعية، وتحول الأفكار المهمة فيها إلى ابتكارات تخدم طريقة العمل. نحن مشاركين هالسنة في شهر الابتكار عام 2019 في ثلاث أشياء: التطبيق الذكي وجهازين الكيوسات وجهاز العرض الذاتي. التطبيق الذكي مثل ما تشوفين تطبيق مجاني، وفرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية للجميع سواء مواطن أو مقيم، وتطبيق مجاني تروم تنزلينه عن طريق الأب ستور أو الأندرويد، وتسجلين فيه عن طريق رقم الهوية. لازم تكون الهوية فعالة وصالحة مثل ما هي تشوفين حاليا. أول ما تنزلين الابليكيشن شاشة العرض موجودة، والخدمات المتوفرة حاليا في الابليكيشن.